مساء الجمال على احلى متابعي قناه مصر جميله مع نيرفانا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بصحه وبخير وبسلام. النهارده هعمل الجزء الثاني من سلسله حلقات مرسى مطروح والاماكن اللي انا رحتها اللي انا فعلا انبهرت بيها جدا، ومش انا لوحدي، ده كل الناس بيبصوا على حاجه بطريقه فيها اعجاب بدرجه فظيعه. طبعا في حاجات ربنا صنعها لينا ووهب مصر اماكن تحفه، من ضمنها يا جماعه حمام كليوباترا. حمام كليوباترا زي ما انتوا شايفين انا مصورة المناظر الطبيعية اللي ربنا خلقها، اللي ما فيش تدخل اي بني ادم في عمايلها خالص او في عملها خالص. المنظر الطبيعي اللي انتوا شايفينه ده الملكة كليوباترا البطلمية الاصل كليوباترا السبعة، يعني في كذا كليوباترا كان بيحب يسموا الاسم ده واسم بطليموس، الاثنين كان اسامي الرجالة بطليموس واسم الست كليوباترا. فهلاقي العيله بتاعه العيله البطلميه كلهم اساميهم كده، وبيتجوزوا من بعض عادي، والاثنين بيتجوزوا والراجل والست بيحكموا مصر حكم مزدوج ما بينهم هما الاثنين. فالملكه كليوباترا هي ليست مصريه الاصل، ولكنها هي كانت يونانيه الاصل من الاسره البطلميه اللي حكمت مصر في عهد الاسره 31، يعني في اواخر الحضاره المصريه القديمه، وسمي العهد بتاعهم بالعصر البطلمي او العصر اليوناني الروماني. ليه؟ لان في الاخر دخل الحكم الروماني، فبقى في مزدوج حكم مزدوج ما بين اليونانيين والرومانيين على مصر، وده اللي احنا هنشوفه في علاقة كليوباترا بيوليوس قيصر وبأنطونيو. الاثنين كانوا رومان اصلا، ما كانوش يونانيين، فكان في مزيج كده في الاواخر، في الفترة دي في اواخر العصر ما بين الاسرتين دول. فانا هتكلم عن الصخرة دي وليه الملكة كانت بتتخذ المكان ده كحمام طبيعي ليها، كانت بتستخدمه لغرض الاستجمام. ليه اشمعنا المكان ده وليه المكان ده، واتكلم عن كليوباترا كملكة حكمت مصر، وكلام كده كتير جدا بيتقال عنها. هحاول ان انا اصحح المعلومات عن كليوباترا اثناء ما انا بتكلم عن الفيديو. وطبعا الفيديو كله تصوير الشخصي، فاول مرة اصور في فيلوج او جولة، فياريت تشجعوني وتقولي لي رأيكم ايه في كومنتات. فاولا هتكلم عن كليوباترا. كليوباترا يا جماعة دي كليوباترا السبعة، مسكت حكم مصر في فترة كان فيها صراع جامد جدا، لان الاسرة البطلمية كلهم قتلوا بعض، يعني بطليموس مش عارفة مين قتل مين، يعني كان في صراع فظيع. هبقى اتكلم عن الاسرة دي لان بصراحة اسرة فظيعة قتلت بعضها، وحتى كليوباترا قتلت اخوها واختها عشان تمسك الحكم، فقصة كده كبيرة، فانا مش هتكلم عنها في الفيديو ده، هبقى اتكلم عنها في فيديوهات تانية. لكن الملكة كليوباترا كان معروف عنها ان هي كانت ملكة ذكية جدا، جذابة جدا، حديثها شيق، لكن ما كانتش حلوة شكلا خالص. يعني في ناس فاكرة ان كليوباترا دي كانت قمر، لا، هي كانت بتعتني بنفسها وليس الا، يعني كانت عندها وصفات حلوة لنفسها، كانت بتهتم بجمالها علشان هي مش حلوة شكلا، لكن كانت بتحاول تبرز الحاجات التانية اللي عندها، سواء كانت الشخصية القوية او الشخصية الذكية او ازاي تستخدم الحاجة اللي في ايديها. اسلوبها ده وقع ناس كتير جدا في حبها، من ضمنها القائد الروماني أنطونيو اللي كان في علاقة حب ما بينهم عالية جدا، واللي انتهت بانتحاره وبانتحارها. وفي ناس بيقول لا ده هم موتوها، لان خلي بالكم في مراحل كده ان هم ما بيموتوهاش بس بيجبروها انها تموت نفسها، فده يعتبر انتحار وقتل في نفس الوقت. فهي الملكة كليوباترا متهيألي حصل معاها نفس الموقف ده. لكن قبل أنطونيو كانت هي على علاقة بيوليوس قيصر حاكم روما. حتى انا يعني انا سمعت ان في هناك صور غارقه لقصر يوليوس قيصر اللي كانت عايشه مع كليوباترا في نفس القصر. يعني هي يعني خلي بالكم احنا ما عندناش مكان واحد بس غارق، يعني في مدينه هيراكليبوليس في اسكندريه غارقه، وبرده في مرسى مطروح مدينه غارقه وهي مدينه يوليوس قيصر. طبعا مصر خلي بالكم يا جماعه مليانه اثار ومليانه اسرار، ولسه المواضيع بتطلع يوم بعد التاني، يعني احنا ما وصلناش لاخر الالغاز، لا ده في الغاز كتيره بتطلع كل يوم. فمن ضمن الحاجات اللي انا استغربت جدا ان في مدينه يوليوس قيصر او قصر يوليوس قيصر الغارق موجود في مرسى مطروح اللي كانت كليوباترا عايشه معاه فيه.
فكان كليوباترا زي ما انا قلت لكم وهي كانت بتستخدم المكان ده نظرا لقربه من الشواطئ الاوروبيه زي مثلا ايطاليا واليونان، لان بحر ابيض، ف يعني انت مرسى مطروح اقرب لليبيا وليبيا اقرب لايطاليا، عشان كده كان دايما نلاقي ان في احتلال ايطالي لليبيا نظرا لقرب المسافه. فكانت كليوباترا كانت بتستخدم المكان ده لأنها تعيش فيه، لأن المكان ده أصلا يوناني وروماني، يعني لما جم اليونان والرومان عاشوا في المكان ده وكانوا أقرب ليهم أو أول نقطة وصول ليهم. فالمكان ده كانت بتستخدمه أنها تلتقي بمين؟ تلتقي بأنطونيو وتلتقي بيوليوس قيصر. فهي المكان ده أساسا كان بعيد عن مقر الحكم اللي هو سواء اسكندرية أو مصر في حد ذاتها، مكان بعيد، فكانت بتستخدمه للقاءاتها مع القادة دي، لأن هي كانت أهم حاجة عندها إنها تستمر في الحكم. فعشان تستمر في الحكم كان لازم تعمل نوع من أنواع اللي هي إيه، تاخد مباركة القادة الرومان، فعشان كده كانت على علاقة بالاتنين علشان يعني يثبتوا لها الحكم في مصر. فهي كانت ذكية جدا في التلاعب بيهم بصراحة. فكانت بتستخدم الحمام ده أو المكان ده علشان أولا هو بعيد عن الأعين، ثانيا الحجارة محدش يشوفها، ثالثا يعتبر حمام طبيعي في كل حاجة أنتوا تتخيلوها. يعني أنا أولا وأنا رايحة أنا شفت الصخر اللي تحت كده بيعمل مساج للرجل، يعني حتى الصخر ربنا خلقه مساج فعلا للرجل وبيعمل نوع من أنواع تنظيف كمان، يعني الاتنين مع بعض. فهو ده سبب اختيار كليوباترا المكان ده نظرا لوجود الصخر ووجود المية ووجود المكان للتضليل، يعني ما يكونش المكان مفتوح. فكل العوامل دي ساعدت ان كليوباترا تاخد المكان ده كنوع من انواع المكان، يعني كنوع تاخذ المكان ده كترفيه ليها وكدلع ليها، يعني هي كانت بتحب قوي تدلع نفسها. فالمكان ده زي ما انا قلت لكم هو كده كانت نبذة عن كليوباترا اللي ماتت منتحرة سنة 1930 قبل الميلاد وكان عمرها 39 سنة. طبعا كليوباترا يعني ما في الغاز كتير حواليها لان احنا لم نكتشف لها قبر حتى الان، ودي كانت حاجه غريبه بالنسبه لنا، يعني خاصه ان العصر البطلمي كله ما لقيناش ليهم مقابر سواء الاسكندر الاكبر او كليوباترا او اي بطليموس يعني حكم مصر يعني. فده لغز من ضمن الالغاز لم يتم الكشف عنه. فده بالنسبة للنفس. أما بالنسبة لمكان للمواصفات لو أنتوا عايزين تروحوا، أولا أنتوا هتروحوا مكان زي ما أنا قلت لكم في مرسى، أي مكان عايزين تروحوه في هناك جميع أنواع المواصلات تقدروا أن أنتوا تقولوا للسواق المكان اللي عايزين تروحوه وهو هيوديكوا، طبعا بيبقى في اتفاق ما بينكوا على السعر، ما في السعر ثابت، فبالتالي أنا مش هقدر أنفحكوا في الحتة، تاخدوا نوع المواصلة على حسب العدد وبتتفقوا مع أن أنتوا هتروحوا شاطئ حمام كليوباترا. هتروحوا الحمام اولا، ده ليه رسوم دخول غير الشط اللي قدامه، برضك ليه رسوم عشان تقعدوا وتستمتعوا بالميه الجميله خاصه الاطفال وبالالعاب الترفيهيه سواء تركبوا البنانه او تركبوا في حاجات كده، لا في حاجات كده كتيره العاب ترفيهيه تقدروا تستخدموها في الشط اللي قدام حمام كليوباترا. طبعا انا وديت ولادي هناك طبعا مع الاسره وانا خدت بعضي ورحت حمام كليوباترا، لان حمام كليوباترا غلط جدا يعني على الاولاد لان بيزحلق ده، خاصه ان انا نزلت في الصخور، انا ما مشيتش على الممشى اللي هم عاملينه، انا مشيت على الصخور عشان اعرف اصور التصوير كويس، فبالتالي ما رضيتش اخد ولادي معايا فسبتهم في مكانهم ورحت انا وجوزي كرب ب10 جنيه. التصوير ما فيش فلوس على التصوير، بتدخلوا عادي جدا بالكاميرا او بالموبايل عادي جدا براحتكم، في ممكن تروحوا بهدوم عاديه ممكن تروحوا بالمايوه على حسب ما انتوا لابسين، يعني مش قصه. المهم هتدخلوا في ممشى تمشوا هتلاقوا الصخور بقى شاطئ الغرام وحمام كليوباترا، هتشوفوا منظر بصراحه سبحان الخالق، يعني سبحان الله سبحان الله على ابداع ربنا سبحانه وتعالى في خلقه الكون، يعني انا شفت منظر الصخور بصراحه انا انبهرت، فسبحان الله فعلا دي حاجه ربنا وهبها لينا. فهتمشوا، انا نزلت تحت على الصخور علشان اخد صور احسن واصور صور احسن. طبعا انا خدت كام وقعه على الصخور دي لا تتخيلوها، نتيجه ان الصخور اللي فيها ميه مزفلطه فبتوقع او لزجه، فبتوقع اللي ماشي، خاصه انا ما كنتش ماشيه بحرص نتيجه ان انا بصور، فوقعت كذا وقعه يعني، فخلوا بالكم وانتوا رايحين عشان ما تقعوش وقعتي.
حتى جوزي كمان وقع معي. المهم فانتوا هتفضلوا ماشيين ماشيين صخور. الصخور دي ذات نفسها خرام، هي ذات نفسها متشكله بحيث ان انت وانت ماشي بتعمل لك مساج عادي جدا، وبتعمل لك تنظيف كمان للرجل. والميه نظيفه جدا جدا جدا، ميه مرسى مطروح من انظف يعني البحار، يعني ميه نظيفه ونقيه وفيروزيه يعني. فهتفضلوا ماشيين زي ما انا بوريكم كده المنظر، وانتوا الطريق ده كله سواء على الممشى او على الصخور، الاثنين احلى من بعض، بس يعني المناظر اللي على الصخور حلوه للتصوير بصراحه. فده ده البدايه يعني، وهتفضلوا ماشيين ماشيين لغايه لما تلاقوا ايه الممر الزجاجي اللي معمول خصيصا علشان الناس تعدي. لان بصراحه انا بشكر اللي عمل الممشى ده، واكيد اكيد هو يعني وزير الاثار الدكتور خالد عناني، انا بشكره جدا على الانجازات اللي بيعملها لنا. لان بصراحه انا مش متخيله ازاي الناس كانوا بيوصلوا للصخره بتاعت حمام كيلوباترا المسافه دي كلها ماشي، يعني كانوا بيمشوا ازاي، انا مش متخيل. اكيد كان في اصابات عاليه جدا. فطبعا تم تطوير المكان وتم ترميم المكان ان هم يعملوا الممشى الزجاجي اللي انتوا شايفينه، اللي هو اتكسر السنه اللي فاتت نتيجه لوجود نوه شديده في الشتاء، بس الحمد لله صلحوه تاني وعملوه زي ما انتوا شايفين. الممشى في حد ذاته روعه روعه روعه، الصور عليه في منتهى الجمال. للصخرة ذات نفسها هنلاقي التجويفات اللي ربنا خلقها جوه باطن الصخرة ذات نفسها. ليه بقى الكليوباترا كانت بتقعد في المكان ده وبتاخد الاستحمام او بتاخد الشاور بتاعها او بتقعد تستجم في المكان ده ليه؟ لان اولا المكان جوه عامل زي ما يكون اوضة صالون او اوضة انتري، في اماكن للقعاد، في تحس ان انت كده حد دخلك اوضة، فبالتالي في مكان اللي انت تقعد تفرد رجلك، وفي مكان انت تقعد تفرد ظهرك، وفي مكان في تجويفات. التجويفات بتدخل المية، فالمية تجوفات على الجنبين سواء يمين او شمال، صوت البحر صوت المية وهي بتضرب في الصخور ده مريح للاعصاب اصلا. المية لما بتضرب في الصخرة فبتدخل فبتجدد المية اللي جوه الصخرة ذات نفسها، فده في حد ذاته بيعمل نقاء للمية وتجديد للمية. الشمس اللي مخترقة السماء الصخرة من فوق، لان الصخرة من فوق مش 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 قطعة واحدة، لا ده كمان في فتحة، الفتحة دي بتدخل شمس في نص الصخرة بحيث ان اللي قاعد على الجنبين ما يبقاش ملامس الشمس قوي، بس واصل له الدفء بتاع الصخرة بالدفء بتاع الشمس، فبالتالي الموضوع هيبقى ولا اجدحها ساونا طبيعية. يعني أنا متهيألي لو في حد عمل ساونا مش هيعملها بالجمال ده. فأنت قاعد مية حواليك، صوت المية تحفة، الدفة بتاع الشمس، ريحة البحر الجميل النظيف،
الصخر اللي هو عمل لك اساسا تدليك وانت ماشي. انت قاعد الميه في حد ذاتها، انت لو قعدت في اي تجويف والميه بتدخل، ميه تدخل تدخل لك، فده في حد ذاته زي جاكوزي بالظبط. فانا لما دخلت فعلا عندها حق كليوباترا انها تتخذ المكان ده كمكان للاستجمام فيها، وده السبب ان هم سموا المكان ده بحمام كليوباترا. فانا يا جماعه بنصحكم 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 بزياره المكان ده. اولا مش مكلف خالص، ثانيا ممتع جدا للعين وممتع جدا للنفس ان الواحد يغير من المود اليومي بتاعه. فانا بنصحكم بالمكان ده، ومكان جميل جدا، وانا قلت لكم على كل الحاجات الخاصه بيه. هو شط لوحده ما فيش فيه نزول، هو على الناحيه الثانيه في شط للنزول تقدروا تستمتعوا جواه وتروحوا زياره لحمام كليوباترا وترجعوا تاني المكان عشان تكملوا بقيه اليوم في سعاده وفرح. في بقى حاجة أنا لفت نظري إن في تمثال لكليوباترا جنب بوابة الحمام. بصراحة هم عندهم حق، يعني انتوا تشوفوا تمثال من ظهره شكله جميل جدا، لكن من وشه هتلاقيه شكله مش لطيف او وشها مش جميل الملامح. ودي حقيقة، كليوباترا ما كانتش حلوة خالص، كليوباترا كانت ذكية وذكائها هو اللي خلاها يبقى سيرتها موجودة لغاية وقتنا هذا. فده كانت الجولة بتاعت النهاردة، يا رب الجولة دي تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت يا جماعة تفرحوني بكومنت من اكل التشجيع عشان اكمل الجولات دي، ولايك مهم جدا لرفع الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انت اول مرة تشوفوا القناة، وشكرا جدا على متابعتكم ليا.